سجل بول روبنسون رقما قياسيا جديدا في سباق الميل في القطب الشمالي، واجتاز العداء الإيرلندي المسافة في 4 دقائق و50 ثانية في درجة حرارة متدنية بلغت حد 30 درجة مئوية تحت الصفر. وعلى الرغم من البرد القارس، قال روبنسون إن السماء الزرقاء الصافية وضعف الهواء جعلا من السباق ممكنا. وهذه ليست المرة الأولى التي يحقق فيها روبنسون رقما قياسيا في بيئة مشابهة، إذ قام بتحقيق رقم قياسي آخر في المحيط المتجمد الجنوبي سابقا.